كابتن رضا عبد العال، مساء الفل. استاذ صبحي، ازي حضرتك؟ طمنا الاول على صحتك، او جمهورك عايز يطمن عليك، وتقبل تحيات اخوك محمد الشرقاوي. حبيبي يا استاذ محمد، كل سنه وانتم طيبين صحة السلامة ورمضان كابتن. كريم. ربنا الحمد يخليك يا لله كابتن. الحمد لله الصحه احسن دلوقتي الحمد لله رب العالمين. ولا انت عملتها كده عشان ما تعزمناش في رمضان؟ طيب الاول احنا يعني انت طبعا عارف ان انا بخيل يا استاذ لا لا، ده انت ابو الكرم كله يا كابتن رضا والله. الله يبارك. اه والله العظيم ربنا يعلم، انت ليك عندنا مكانه كبيره جدا حبيبي يا استاذ صبحي. مصر كلها بتتكلم عن ماتش الاهلي والزمالك بكره، انت شايفه ازاي بعد الخساره الاخيره للزمالك في القمه الاخيره؟ والله ده مفروض ان لو لعيبه الزمالك عندها شويه من الاحمر دم يعني لازم ده رد اعتبار يعني، وان هم يصدروا مشاكل للنادي الاهلي عشان ان الفتره اللي جايه دي يا اما اللعيبه دي تكمل في نادي الزمالك يا اما تمشي بقى، ما يوقعوش دماغهم بالظبط يعني. من الاخر يعني، لو ما كسبتوش النادي الاهلي وهو في الظروف دي وعنده نص اللعيبه مش موجوده، هتكسبوه امتى؟ امال احنا عمالين ندلع فيكوا ونشخلل فيكوا ونقول فلان الفلاني ونجم النجوم والقلب النابض والمسمار بتاع مش عارف ايه وما بتكسبوش، ولا بقالكوا 6 سنين ما خدتوش دوري، طبعا بطوله افريقيا اللي فاتت ما خدتوهاش. الله، امال انتوا فالح لي بس تروح تاخد لي كاس مصر وتاخد لي البطولات اللي هي ملهاش لازمه؟ لا، احنا عايزين بطوله دوري، عايزين بطوله افريقيا عشان ان انت تقول يعني وتتمخطر علينا وتتدلع علينا عشان نقول يستاهل. انما انت طالب 20 مليون و30 مليون وانت ما جبتش بطوله دوري بقالك 6 سنين، بقالك من 2004 ما جبتش بطوله افريقيا. بالظبط، اتفق معاك، وخصوصا جماهير الزمالك كمان عشان قلبها ابيض نسيت بسرعه وتناست الهزيمه الاخيره ودعمت الفريق ووقفت في ظهره يا كابتن رضا. جمهور الزمالك ده يعني جمهور مغلوب على امره. ايوه، ما هو ما قدموش غير ان كده بس، هو اللي وصل الحاله للعيبه دي ان هي تتبغدد عليه. هم لو عندهم جمهور الزمالك يجمد قلبه شويه، اللي يلبس الفانيلا يبقى قدها يا اما مع السلامه. لا، طيب لازم يبقى في عنصريه شويه. طبعا جمهور النادي الاهلي لما بيقعد سنه ما بياخدش الدوري الدنيا بتتقلب، وعلى اللعيبه وعلى الاجهزه وعلى الاداره. احنا لا، احنا بقى لنا 6 سنين ما خدناش دوري وكل سنه نقول معلش السنه دي. لا، لازم يبقى في وقفه، لازم يجمدوا قلبهم شويه كده ويدوا الوش التاني للعيبه. طيب البنا عمل جيم كويس في المباراه الاخيره. توقعاتك بقى الامين عمر او محمد عادل ايهما اللي هيحكم مباراه القمه، انت مع استمرار تجربه ان حكام مصريين يديروا مباراه القمه؟ لا، انا طبعا مختلف عليها من البدايه. وانا معاك. يعني انا من البدايه، لان بص اي يعني البنا الماتش اللي فات ده لما حسب ضربه الجزاء بعد ما رجع للفار، لو ما حسبهاش كنا لغايه دلوقتي لسه بنتكلم عليها. طبعا. يعني اللي حكم المصري ما بيتغفلوش في ماتش اهلي وزمالك، وافتكر ماتشات كتيره يعني محمد فتحي في ماتش اهلي وزمالك ضربه الجزاء بتاعة اسماعيل يوسف. طبعا. قبل كده الكابتن حسن شحاته الجون اللي جابه في اكرامي. جمال عبد الحميد. جمال عبد الحميد. فانا بقول لك الحاجات دي انما لو حكم اجنبي بتعدي وكله بيلتزم الصمت. ويمكن كمان الظروف خدمت البنا في الماتش اللي فات، الاهلي كان راكب الجيم وماشي بشكل كويس ومفيش مشاكل كتير، لكن انا بقول النتيجه كانت هتختلف لو الزمالك اللي راكب ومتقدم، كانت هتحصل مشكله. اكيد اكيد، لان انت عارف الحكم المصري برضه بيتوتر بسرعه واللعيبه عندنا بتزيد فيها، يعني مثلا لو ما اتحسبش في ضربه الجزاء كانت لعيبه الزمالك يعني هتقرره في اخر ربع ساعه ولا ثلث ساعه العين الحمراء، وكانت المباراه فلتت منه. نفس الكلام برضه لو كان للاهلي، انما لو مدرب لو حكم اجنبي ما حدش بيقدر يفتح بقه، لانه عارفين ان الجاي حكي وممكن يطرد في اي وقت، ما عندوش حسابات، ما عندوش ان هو لون الفانيلا. فهو ده اللي بيدي الافضليه للحكم الاجنبي. توقعات رضا عبد العال اللي دايما بتبقى في الجول.
لا توقعاتي انا الماتش الوحيد اللي ما بتوقعش فيه ماتش الاهلي والزمالك. طب المرة دي اخرج عن العرف وتوقع لنا يا كابتن رضا. لا صعب صعب السبب، لان هو في اكتر من الماتش اللي فات ان في الشناوي ما بيلعبش ومعلول واجاييه وحمدي طبعا فتحي ومحمد هاني وياسر يعني ثلاث ارباع الفرقه اهو الاساسيين ما بيلعبوش والاهلي يكسب، طيب عشان فماتش ملوش اي مقاييس. بس عايز اقول بس اتفضل يعني من خلالك يا استاذ صبحي انت والاستاذ محمد، الفار ده وباء على الكره المصريه لازم يتلغي، لان هو اللي مطر كل الحكام. انا بقول لك الحكم بيبقى يعني نفسيا مضطرب، لان عارف ان اخد القرار وممكن يرجع فيه. ما هو احمد مجاهد كان بيفكر في الغاء الفار بالفعل من الموسم اللي جاي او والله بيجهز انا لكده. لو عمل كده يبقى راجل محترم، طب لان وايه رايك الفار في ده جاي لفئه معينه مش جاي لكل. صح ما بيديش الحقوق متساويه. لا خالص، طب ايه رايك في قرارات واكثر تجميد عقوبه سعد عبد الحفيظ؟ لا دي بص انا اقول لك على حاجه بمنتهى الامانه، هي البطوله مش بتاعه 99 دي اتلغت يا استاذ صبحي. يعني هو اتلغت قال لك افتكاسه جميله، قال لك هيقسم البطوله بين الاهلي والزمالك وهي حتى كانت لو بتاع الزمالك. انا لغايه دلوقتي سامع ان هي البطوله ملهاش بطل وان الموضوع خلاص اتلغى. لا اتقسمت. قال لك اتقسمت بين الاثنين، ازاي يعني؟ كل واحد ياخد حته من درع السنه دي. يبقى كده تهريج. طبعا تهريج. انا عايز اقول حاجه، يعني لو اتفضل. هي البطوله هتتلغي يبقى مفيش عقوبه لامام عاشور، بالظبط، لان مفيش بطوله. الله ينور عليك. انما لو في بطوله ماشي وقع عقوبه. بس برضو انا عايز اقول حاجه، في لعيبه قبل كده خرجت عن النص سواء من الاهلي او من الزمالك، اشمعنى امام عاشور اللي انتوا حاطينه يعني مثلا ومن غير تحقيق يا كابتن رضا، خد دي كمان ودي نقطة مهمة، أنت مديله 12 مباراة، يعني ده لو تاجر مخدرات مش هياخد 12 لا، مباراة. لا اشمعنى زمايله خمسة وهو 12؟ بالظبط كده. غير كده كمان يعني انا ماليش دعوة بسيد عبد الحفيظ كمان في البتاع. انت والراجل طلع قال على قناة النادي الاهلي ايه دخل موقعك في الجون؟ بالظبط، احنا لسه عارضينها دلوقتي. انا ما اعرفش والله، بس انا بقول لك يعني بص، طول ما فيش عدل في اتحاد الكوره تاكد ان هيبقى في لخبطه وفي تقبط وفي عدم عداله وفي مسابقات هتبوظ. وبصراحه بقى دمها تقيل. مش كده؟ انا بص يعني انا من وجهه نظري انا لا شفت التصريح بتاع سيد عبد الحفيظ ولا شفت قناه النادي الاهلي ولا اعرف ايه اللي حصل. احنا لسه عارضينه دلوقتي يا كابتن رضا وهو بينتقد التحكيم في مباراه الزمالك مش الاهلي بس، وقال هشطب رقم جهاد جريشه من عندي. طيب انت دلوقتي مثلا مع كل احترام لكبسي، قال لك ما قالش. لا قال. لا هم بيقولوا في الحيثيات اتلغت واتجمدت العقوبه لانه ما قالش كده. طيب ما قالش كده واحنا عرضناه، بس قال جهاد جريشه وانا همسح رقمه من عندي. بالظبط، دي ادانه يا كابتن. طبعا دي يا استاذ صبحي انت يعني حاسبه على دي، ماليش دعوه باللي هو قاله قبل كده. طبعا ده عقوبه، ده لو بره زي ما قال الشرقاوي في بلد فيها لوائح محترمه بتطبق، الراجل ده كان استبعد تماما او مش شاطبه حتى. بغض النظر انا بقول لك على الحته دي، ان انا لما همسح، طب انت يا كابتن سيد تخلي رقم حكم عندك ليه؟ في اوروبا بيسموه تلاعب في المباريات يا كابتن رضا، وانت بتدين نفسك لما بتقول انا همسح رقم. طب انا يعني اتحاد الكوره انت برأته من كل حاجه، بس في الحته دي هو مدان، اديله العقوبه على الحته دي. طبعا قول ان انا وقفته مثلا ماتشين ثلاثه عشان ان هو قال امسح رقم كذا كذا من عندي، بس لو في عدل. انما تبرأه، بص اتحاد الكوره بيكيل بمكيالين، النادي الاهلي اقوى منظومه ومؤسسه رياضيه في مصر، اتفق معاك، محدش هيقدر يجي جنبه. بص قبل اي يعني هو طالما مفيش تطبيق للوائح وقوانين اللعبه في مصر، عشان تبقى الجمله تطبيق كامله. للوائح. استنى بس، طب ما كان في تطبيق للوائح السنه اللي فاتت وقال لك 14 نادي مش عايزين يوافقوا على ان هم الدوري يرجع تاني وتلعب اربع انديه بس، سيبك من الثلاثه التانيين، النادي الاهلي صمم ان يتلعب وتلعب وتلعب. يبقى فين بقى؟ مش دي لوائح؟ طبعا مش دي اغلبيه؟ ما انا بقول لك طول ما فيش تطبيق وعداله في اللوائح هيفضل الوضع زي ما هو دلوقتي موجود. بص ما حدش هيقدر يطبق حاجه على النادي الاهلي الا بمزاجه. لو هو عايز من سنه، النادي الاهلي لسه من حوالي شهرين ثلاثه مش كان عامل بيان
قبل ماتش الاهلي والزمالك لما قال لك حكام مصريين وهو قال لك احنا بنساند الحكام المصريين والمنظومه، رجع قال لك عايزين اجانب شهر واحد حصل بالظبط حصل. طيب ده الكلام ده لسه ما عداش عليه شهر ماتش ماتش عدى عليه ماتش يوم 18 اللي فات النهارده من ايه من اسبوع بالظبط النادي الاهلي بيقول لك عايز حكام اجانب. انا لو من الكابتن احمد مجاهد اقول له خلاص انت طالما كده عايز حكام اجانب انا ما عنديش مشكله، هل النادي الاهلي هيخش له مثلا في 20 مليون جنيه يجيب بيها حكام بس؟ وانت مصدق ان الاهلي عايز حكام اجانب يا كابتن رضا؟ حبيبي ماشي حطه قدام الامر الواقع. لا مش هو طلب طبعا حطه قدام الامر الواقع وانت اطلع فيها قدام الناس ان انت البريء ان انت اهو انا نفذت كلام النادي الاهلي. النادي الاهلي هيمشي ماتشين ثلاثة وبعد كده هيقول لك لا مش قادر. الجريء دائما رضا عبد العال انت قلتها، مفيش نزاهة مفيش حيادية مفيش عدالة لحد ما تتطبق، دايما بنسمع بسماع صوتك. شرفتنا ونورتنا وكل سنة وانت طيب يا كابتن رضا، ربنا يخليك اشكرك.